الأسباب المقتضية لسوء الخاتمة سببها كانوا خاتم ماذا كانوا والعياذ بالله تعالى إلهي بان كم قال لنا يا أربعة نفروي أفر سببات خاتم حمال لك قادة إنه قف إيمان الآن قد انت أتهاون بالصلاة صلاة وقف كفر ضد يستوى يعني أي تكاسل عن فعلها صلاة يعني فلد يذيب كوه سنية صلاة وقال له آذامي ما آذي صلاة يبو سجدتك يا هدو الرب سودانو هدو الرئيس كي يلي أتهاون بصلوات بصلاة صلاة الله فرض ضد يستوى علامة سوء الخاتمة هو سوء الخاتمة يكتو سنية يعني مرحبا هذا هو مشاكل هذا دي بداية وحل لكي شيء يعني شقه اللي وجده ايه وصلاة اللي يسمى اقلقه هبينك مركز هو يتوم برهال مرة سنتي صلاة وتوكن وحا مسلاة بين غنسة يعني وصلاة يوم قيمه كل الله هين شقه دي ملقو يري انك كامية لنا انا توكت انا شقه اما نغانا شان دقيقات كتوكن ايه كما سينين ملقو يري هيا ترسوما صلاة وكل فضو ده مركز الدنيا دي بكالوين ترسوما marka salaadii shanta waqti mid walba waqtigeedi loogu talagalay hadaa tiraada habeenkii uu markaan ibaadeen tukani waxa salaad bay noqon san raba yeeli way marka maad kaga tagtay shaqada ilaahay baa ku irsaaqiye hadaa ilaahay dirtii oo ga tagto markii lagu diido mid aan lagu diideynin baa ilaahay ku siin awood buu leeyahay gaalada dhexdeeda inuu kugu siiyo meel lagu leeyahay firi way salaad waqtigeedi markii laga tago laakiin waa lagu intixaamaya marka rabbina diintaada ku adag tahay in kale هدي آتنا هذا هي ونسك ترى هذا خلاص مركز دمنا ده وابدين ده كتك بالغوري زما مركز واسلادي وتفض ريساتو وشرب الخمر خمرة ذو لعبنا سوء الخاتمة على قاعدة هل الخمرة ذو حرامة حدا ذو نسك دم تو نديه ومسلم هذا نسك عبد ترى هذا خاتم الحمى وهي على قاعدة وأذى المسلمين مسلمين تقلب كوزنا سوء الخاتمة على قاعدة قف ولي جيبه الإسلام قوم بودي بيا قف ضد المؤمنين تأم بديبي وح كلامك كما شقيني إنه قف مؤمن ديب مياك تاوى علامة سوء الخاتمة حي الحديث يعني هذا الذي يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب بإلهي نينكي لدك علمه يعني ولي أنيق أن لهي وحان أغيسيب إلهي لي هاي دقال يعني أولياء إلهي وحلوشة الذين آمنوا وكانوا يتقون صوما كوا يعني إيمانك اللي يمد وتقوذنا لقها لي فتك المسلمين تو المؤمنين تا دائما هداد دينتو هداد دينتو دي ولقي إلهي وما دلدك عليه تا إلهي نوى كلدك عالم وحالقوفة سنة مركز دي يعني إبن حاجة وهيتم سيدو ليه محاربة إلهي وحوية إلهي وبركو ليه فقد آذنته بالحرب دقال بان أغيسيي معنى هذا وحوية سوء الخاتم وقود من يعني خاتم الله أمبو دمان هاي دقالك إلهي وكاس إن يعني إيمان الأمر يعني الدنيا لقاب الحيوان ترى أفرادنا وحوى حقوق الوالدين لو هذا والده عاقل يقول نقضينا على مصول الخاتمة كيف سوا أقفك هدو عاسية لو يسي والد أقول يفعل بقو كل بي والدك وحوى أرهمين أطرد ملك ننكاد يعني سحن بقو ديواناي حديث ما مترميدي أورينا يوحل أوريه نبي عليه الصلاة والسلام بان نن أيمت مركز وحي يا رسول الله إنها هنا غلاما قد احتضر ماشي الرسول قال له وحاكسوا ويل يرى دليره هو موت كوسو حاضر فيقال له حلو يقول لا اله الا الله فلا يستطيع ان يقولها عرب كيسي با لغا قبتي لا اله الا الله توحيد كبر لا مركي لو لقين قال وحي النبي اليس كان يقولها في حياتي ومركو نولا توحيد كوس قول جرين قال وحي ذا بلا من مسلمها ولما بعد اد او جدال قال وحي النبي فما منعه منها عند موته ما حاودي ذي هذا بوا ياب مركو دمني هذا مركو نولابة توحيدني مركو دمني يعني ما حاودي ذي توحيدي مركز النبي وقع عليه الصلاة والسلام مركز النبي ونكع النبي بودانس حتى أتى الغلام إلى ويلك النبي قطق فقال وحي يا غلام قل لا إله إلا الله فقال وحي لا أستطيع أن أقولها إشار بحي ما ديهكر عرب قال لي هيستاوي يعني ما ديهكر ساسو لي قال وحي النبي ولما وارنت ما هي كدعد قال وحي لعقوق والدتي هويدي بان عاتك وهاب ذنبك لو عقوبان ايغو دحد انو ما غرانيه لكن هويدي بان عاتك وها قال وحي احيه هي منوشه قال نعم ونوشه
قال وحي النبي أرسلوا إليها وربل أدرى أسوى يره يدي فجاءته ويتم إذا يضو صعته فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحي يري أي ابنك هو كان مويلك أجا صادق ماذا دلت قال وحي ترى نعم أنا أدلي بيت رسولك الله دلمدي سلاك وحبا إذن مسؤولة أنا أدلي أي أنا اللي يقول شيء سيدا يدك إرادة عاسوي كل هروه يدي قوي أدوني دكو قوي قال وحي النبي والرأيت بل إيقا والرنبو إيشك لو أن نارا أججد وفقيل لك إن لم تشفعي فيه فقذفناه في هذه النار ما حد يلي هذه النار وي دبوي انت ما شاء الله قش ذا اللي يرادو هذا أشفع عقادو ترى هذا أدوك إيرقي ترى وأنك دينينا هذه كلا النار ترى كتو رينا هذه اللي يرادو ما حد يلي فقال وحي ترى إذا كنت أشفع وأن أشفع عقادي لها بيتر وحي لو حنقا ونعر قلي ويجيرك اللي يسو قويه هذه دب النار لو كتو رينا وأن أشفع لها بيتر رسولك الله قال وحي النبي فأشهد الله إلهي مرخاتي قلي وأشهدينا أنك أن مرخاتي قلي بأنك أدوه قد رضيتي نالكرة لنقص فقال وحيث قد رضيت عن ابني ويلك إيقوان كرة لنقص إلهي بأن مرخاتي قليني رسولك إلهي يو أذنك روايز مرخاتي قليني إنا كرة لنقص فقال وحي النبي يا غلام قل لا إله إلا الله فقال وحي لا إله إلا الله رعيتي بقدوة فقال رسول الله وحي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار إلهي بما ما هذا لبوي النار تكبد بعديون حال النبي هدوس أو إيمانين وهو يدرس ونشفع أو يدينين أهل النار بنقول لا بلا توحيد بكل ما الله فيه مرك عاس إني ما ذو خطر تعس إلى ذا عقوقه مرحبا وفي الحديث وحاب قصوان يعني حديث قال وحال قوري أثر نوا ويجي إلى ذن يعني لقورين يحسن بسر نوا القوري شقاو يعني علامة الشقاوة شق إني ما ذا علامة ذا جمود العين إيشو وإني أنجكتو وح إلنا ما يصلحين وقساوة القلب قلب إنه أنجذوي وحب الدنيا الدنيا يعني لجعل هذاوي وطول الأمل هي إن هذا وحق فكرته وقت دير إن النور لا ينصح حاجة وحق سورة وكاو للنور المصري نيكي لورنجر للنور المصري يعني ذيك تلف كي وين كم ذبوها وحير علامة السعادة لمن تعلم هذا حب الصالحين قد كصالحين تقول الخير كل جعل هذا هو يود نو منه لود وهذا هو تهد الخير كل رحيل سلو لقمة النقض هو وتلاوة القرآن القرآن كل أقرئ هو وسهر الليل هبين كي ولا سوجي هذا هو ومجالسة العلماء علماء ولا لفر يسوي ورقة القلب قلب ولا جلعي هو علامة سعادة هو حاضر وقيل وحال علامة سعادة سعادة علامة هذا أن تضيع الله إلهي وإن رضى أو إلهي وإنا رضي عضو دا عالي كود داسة وتخافة أتكعب ستأم تكون مردودة إن عملك أقل ردينا وإنا أتكعب سنيسوا آية مرحبا وعلامة الشقاوتين وحوة أن تعسيه إلهي إنا تعاسي سوية وترجو أدرجي سأم تكون مقبولة عما أنت ما تكود داليسة فرقاتها حدنا الله ذاهي وحن رجينا يا إنا رياهي أجد أن نفجع عنها أيوة وعلامة الشقاوة تاسوي حيث قفت المؤمن كأنه عبسده لدون يو إنه عبسده قال أبو إدريس الخولاني وحير نينكي لأورينجر أبو إدريس الخولاني ونينكي خطرت هاي يعني دبك اللي قلت توري جري رأي يبان هذا إنتي دبك اللي قلت توره يعني تكسب بحي جري أسوه سيدي سيوه أنكو بنيوة يعني سيد عمر نينكي وإيمان جري مركي أسوار سدين لأورينجر يعني محاته نينكي دبك اللي قلت توره مياته مركي دمبه وشاكي سيد عمر محيي إلهي با مهدله يتسيي بوري أمدا نين كم مده سيدي لغو سميه سيدي نبي إبراهيم لغو سميه أكاله نيولي هو وين بوها يريد القولاني نبي قال موسى كل من لك وقتك النبي وجوهي يعني سأو بكر بويمت مركا مرحبا وحيي لأبو إدريس القولاني سألت وان ويدي وحان سؤالي بوري السيد الخضر عليه السلام عليه الصلاة والسلام خضر با وحان سؤالي فقلت وحان ربري يا نبي الله أي عمل إذا عمله العبد آمنه الله على الإيمان عمل هذا أدوان كسامي إلهي إيمان كي سأوحي بدنه بل إيشك فقال لي وحوئي ربوري أدركت وحان هلالي بوري خضر 100,000 نبي بقل كن أو النبي بان لكل مي برانو لأننا لمن إنبو عمر الدار بها صوما خضر واجوغا بل إذا حد وصوما مرحبا كو 100,000 نبي بان لكل مي وسألتهم وان سؤالي عن استعمال شيء يعني يأمن العبد به من سلب الإيمان مركا خضر وحل هذا وسكن ولا سكن ولا مركا حديث واحد جري النبي يقول عليه الصلاة والسلام
حديث بخاري ها هبين يعني هبين كان عاوة فإن رأس 100 سنة تنبوي هبين كان عاوة أن جوبنو مركا يبقل سنة كسو وريكتو وحما أنت النولو ينفكو جرتو أو نولانا يمجر حديث تحتاي بجرو يعني بخاري هاو كو مركا روحات أما هيا راضو ومركا حقا سادورو أما هو ينادي هبين كأو نبي هذا لي مركي يعني بقول سنة يكسو ونسو يعني وهل قرنبا لي بقول كذا ما يكسو ورين أحد نولان يمجر وينم وبمن كان على وجه الأرض ساسو ولي بالرعي بمن كان على وجه الأرض وين مركي أخذرنا وحال إلى هذا مرد بني وجوه حديث قالوا بسن ما يعني علماء مركي كهذا لي وحيد هذا يعني بمن كان على وجه الأرض بالليلي مركابه وحال لي يا أبا خضر إنه يعني بيها كركضوا وصارنا أو يعني ومركا أرضوا ونكو تاقنم ومن كان على وجه الأرض ونبوي لسوما هي مركا أرضوا ومجوغين بدا كركضوها سيدا هو يكون فترة وحيكلون يرادان ما هي حديثك عموم بو عبره يا يعني وحجره وحلا قصر ريضو يا سيدا قدره وكلا لقصر يتنون يا جيرو ساسا يرادان مركا أكوب بشنن يعني حديثك هذا جري سيخلدر أنه الله هورني marka wuxuu ila boqol kun oo nabi baan soo gaaray oo aan ugu haleelay buu marka taa waxaan waydiyay buu aan isticmaalay shay yaa amru abdu bihi am min salb al iman adonku wuxuu kaga yaani kaga aamin noqon karo in iimaanka laga siibo iimaan laaruun falam yujibni ahad minhum boqol ka kun oo nabi hal mido ii jawaabo oo yiraado yaani waxaasi looga aamin noqonayaa ii jawaabi ma jiray buu hatta istama'tu bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ila annabi muhammad la kulmay marka uu damay فسألته عن ذلك كان سؤال يقول فقال وحو يرب يعني نبي محمد حتى أسأل جبريل عن ذلك إلى أن جبريل ويدانيكم جوابكم فسأله عن جبريل عن ذلك أبو سؤال فقال جبريل وحو يرب حتى أسأل رب العزة عن ذلك إلى أن إلهي ويدي أنوكم جوابك رارنت فقال الله إلهي وحو عز وجل من واظم منك دائما على قراءة آية الكرسي آية الكرسي أخرنت هذا قراء أخرنت هذا نكى دائمه هي وآمن الرسول إلى آخر سورة لولا آية هذا بقرأ أدم بس آمن الرسول إلى لا يكلف الله هي وشهد الله أنه لا إله إلى قوله الإسلام من الدين عند الله الإسلام لجعار وسورة آل عمران كملة وقول اللهم مالك الملك بغير حساب إلى لجعار إلى قوله تعالى بغير حساب لجعار وصورة الإخلاص هي والمعوذتين هي والفاتحة عقيمة كل صلاة ننكي لازمه ومن ولقى أميال يا من سلب الإيمان إن إيمانك لقى سيبه إيمان لا نور دينته ولقى أميال يا فلقى هذا كنت ذلك بكله وبشارة مرحبا كو وحاك الله اللي وريبه لي هاي ننكي صلاة المغرب بعد دقيقة تكذا الصنة المغرب مركو صلاة المغرب تكذا وصلنا يستو بعد دقيقة لما رجع عدو نينكي تكذو كل ليلة هبينك لا أركو رجع ظهر وقوع قيمة فاتحة الكتاب فاتحة وآية الكرسي يقول والله أحد يقول معوذتين وقوع قيمة رجع يعني رجع لا أركو لما رجع عدو نبو تكذو فاتحة وقوع قري يعني إخلاص كي معوذتين كي آية الكرسي يو رجع لا أركو وقوع قري مركز سلام النقصدي طبعا قرب النبي وكسل لي عليه السلام مركز حلي اللهم إني أستودعك دعاء بصدع قركو علني اللهم إني أستودعك ديني فاحفظه علي في حياتي وعند مماتي وبعد وفاتي ومن من سوء الخاتمة أمنة من سوء الخاتمة سوء الخاتمة نكا وكائن من غنية فإنت أين أدون تكتب دعاء يرو قامنا أخرس اللهم إني أستودعك إلهي وحنك وذي عدقنية ديني دينتي إذا فاحفظه علي إلهه إيه حفظي في حياتي إنت نولاي وعند مماتي مركان دماني وبعد وفاتي مركان انت بعد يد أمين وكان من غني من سوء القاتمة مرحبا مركا وحيالها صدن يعني ويعني وناكسن وترغيبه يعني خيره دل اسكوب بورين ايوه قفك انه السمايه دل سي وناكس ووها ليلوي معي وبشارة ادوين بليه بشارة ادوين وحاكلوا لوريا بعد دعاء المركي لو يسيست بعد قد بالآخرين دعاء الوضوء من توضع فأحسن الوضوء أبو النبي ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك منك سيدا إلى المرأة المركي ويسيست يعني كلماتك ورقد بالوقرية
markaas ila yowm alqiyaama yani meel baa loogu qoraya wayo yani kama buraysa way mar haddayna wixii lagu qoray camalkaagi uusan burinna waxay ku tusinaysaa inaad iimaan ku dhimanaysa way hayle nin iimaan la-aan dhintay camalkiisii waa buray ma camalkiisii waa buray marka waa sidaa qaala alculamaa waxay radia allahu tacala canhu wahada yadulu calaa ana qaa'ila dalika yamuutu cala aliimaan ninkii ducada mar alle markuu weysaysaba yidhaahdo inuu iimaanka ku dhimanayo id sariixu cadamu tadaruqi lbudlaan ilahu aslanba inuu camalkiisaas wax tadaruqa iyo budlaana uusan soo gelaynin weye walow maata kaafiran la tadaraqa ileyh aya marka waxaa wanaagsan buli xiina idil inaad ku dadaasho oo xirsan calaa hadihi lbishaara rawaahu lbukhaari baa xadiidka wariyay wa muslim fii saxiixayhima bay ku wariyeen.